اهلا وسهلا بكم متابعي قناه شوف تيفي، ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بالف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا. انت حاولت هكا. اليوم انا متواجده مع واحد السكان ديال واحد الدرب هنايا في حي الامل، عنده مشكل مع واحد السيده، كيقولوا بانه بنات عماره وسدات لهم الطريق. حنا غنعرفوا التفاصيل مع هذه السيده ده اللي هو واحد بنات الساكن هادو. السلام عليكم. الاسم خويا الله يسهل عليك، بقى في بلاصه. وعليكم السلام. الاسم ديالك فين ساكن وعاود لينا المشكل اللي عندكم. حي الامل واحد الزنقه 19 قنطار 24. كاين بنات الساكن هذه السيده هادي بنت العمارة ديالها، وجات سدات علينا هنا، جات لنا واحد الباب سدات علينا هنا على الساكنين. ما عندناش مين كنخرجوا هنا، الى دراري صغار كيوقع الكريساج يعني هادو كيتجمع هنايا. يعني شوف انت اختي الى دورتي الكاميرا لهي غتشوف بان راه دايره باب ديال الحديد والجبودرات، واحد المساحه كبيره يعني ماشي قانونيه. يعني كتقول لك انا مشيت انا في يدي العامل، انا في يدي المقاطعه، انا في يدي هذه. يعني الساكنه باغي غير تسدس حي القانون دخل حيد لينا هذا الباب ديال الحديد، وحلوا لنا الباب ديال الحيط اللي دايرين لينا ساكنين على الناس. واخا انتوا شنو الطلب ديالكم اليوم؟ الطلب ديالنا هو هذا الباب هذا يتحيد، تحل لنا الطريق. اها كمل. تحل لنا الطريق، لان الطريق هذه باش ماشي قانونيه، ماشي بهذا الملك الدوله. الملك العموم. اها. الملك الدوله هو الملك العموم. وهي جات بنات كيفاش تشوفي جوج بودرات كبار وباب ديال الحديد، واصلا تزود واحد كاين واحد الحيط تما كيزود. يعني اختي يعني خص القانون يتدخل وينصفنا. يعني خص القضاء ديال درب السلطان عمالات كذا انها تنصرنا. الله يجازيك بخير. واخا غناخذوا تصريح اخر ديال السيده ليلى. حنا مازال على المباشر وكنتمناو من القضاء يقول كلمته ان شاء الله. واختي الاسم ديالك فين ساكنه وعاودي لنا المشكل اللي عندك. معكم ليلى عبو، رئيسه جمعيه التنميه الاجتماعيه والبيئيه بمراكش، وعندي الدار ديال الوالد هنايا في هاد الزنقه حي الامل. المشكل اللي عندنا هو ان هاد السيده كانت شرات هاد الدار قريب ما عرفتش شهرين او ثلاث شهور. المهم بنات الدار ديالها هي كنتفاجئوا البارح واليوم كتبني بالليل، دارت لي فوطو سدات الزنقه. الزنقه اللي كتخرج من الجهه الاخرى سداتها وكتبني في الملك العمومي. شكون اللي غادي يعطيها الرخصه باش تبني في الملك العمومي؟ واش عندها شي قانون؟ واش كاين شي قانون ولا ما كاينش شي قانون؟ المهم حنا درنا واحد. شحال هادشي باش وقع؟ هادشي شحال باش وقع؟ شي سيمانه ولا 15 يوم هي تتبني، سدات واحد البلاصه من الجهه الاخرى من وسدات حتى التروطوار، دارت واحد التروطوار من الجهه الاخرى وعندها الباب ديالها من الجهه الاخرى. وكنتفاجئوا انها هي دارت دابا الباب، دارت الفوطوات وكتبني لداخل، ما عرفت بغات تبني شي سكنه ولا ما عرفتش داك الشيء تما في الملك العمومي. وحنا كساكنه درنا واحد العارضه للسيد القاضي، السيد القيد، السيد القيد ديال هنايا. ومن هذا المنبر كنوجه له تحيه كبيره انه استجب لينا وجا خرج معنا كذلك الشرطه العمليه ديالها الوحدات والناس ديال القوات المساعده تاخرين جاو باش يوقفوا على هاد الخروقات اللي دارت. حيت ما يمكنش واحد ما عندوش واحد الرخصه، دي كنقول انا ما عندهاش رخصه وما يمكنش تبني في الملك العمومي. وهي فاش كنا كنقولوا معاها قال لك سيدي تتعنى بالسيد الباشا والناس. السيده قالت لك هاد السيده واصله، يعني كندوي معاها كتقول لنا انا راني واصله وانا راه عندي، واللي ما عنده سيدو عنده دليل. وحنا راه غادي نتفاهموا معاها بالقانون والله يجازيه بخير. شنو الطلب ديال السيد القيد؟ راه هو جا وراه هو حاضر معانا ولبى النداء وراه غادي يقوم بالواجب. شنو الطلب ديالكم اليوم؟ شنو الطلب ديالكم اليوم؟ الطلب ديالنا هو ان هذه ترجع زنقه كما كانت زنقه في الاول. في الاول كانت الزنقه هذه كانت تخرج للجهه الاخرى. بغينا الناس تعاون وتحيد علينا هذا الشيء باش هاد الزنقه تولي تخرج ما يكونش مسدود. تبارك الله عليك. شكرا لك. شكرا للسيد القيد وشكرا للسلطات، شكرا للناس كاع اللي جاوا باش يديروا القانون ديالهم ويديروا. متابعي قناه شوف تيفي كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.